نختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين، حيث ودعت الأسرة الإعلامية زميلة وسي إليزا إلى مسواها الأخير وسط أجواء من الحزن والأسى. تقرير زميلة مريم عبد الرحيم مرضي. وسط أجواء من الحزن والأسى ودع أقارب وأصدقاء الفقيدة واسي دوغورال إليزا والتي وافتها المنية بتاريخ 12 من أكتوبر في العام الجاري إثر مرض ألم بها ولازمها الفراش لفترة. كما أن الراحلة واسي كانت تعمل كمخرجة ومقدمة برامج حول الصحة والتنمية في التلفزيون التشادي، وذلك لفترة قاربت 20 عاما، وكانت تتحلى بدماسة الخلق والاحترام بين الزملاء. الراحلة واسي ولدت في مدينة سار عاصمة إقليم شارق الأوسط، حيث درست الراحلة المرحلة الابتدائية بالمدرسة الكاثوليكية بأنجمينة، ثم انتقلت إلى المرحلة الإعدادية بمدينة مندو، وكذا الثانوية بفليكس أوبي، وبعدها تحصلت على الشهادة الثانوية، ثم التحقت بجامعة إنجمينة، وكانت أما مكافحة في سبيل تربية ولديها وتعليمهم بأحسن ما يكون. نشرتنا انتهت، حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله.